جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ما هو الدعاء الصالح والمقبول الذي يقدمه الأب إلى أبنائه، والذي يقدمه الزوج إلى زوجته في الصلاة أو غيرها؟ جزاكم الله خيرا. ليس لذلك تحديد، دعاء الصالح كثير، يدعو لهم بالمغفرة، يدعو لهم بصلاح، يدعو لهم بالاستقامة على دين الله، يدعو لهم بالرزق الحلال والكسب الطيب، يدعو لهم بالتوفيق والإعانة. فباب الدعاء كثير واسع، يدعو بما فيه صلاحهم في دينهم وفي دنياهم وفي آخرتهم. نعم. جزاكم الله خيرا.